الشيمي وجوناسان يسلم لفراس، فراس هيعمل لنا ايه؟ لعب كوره عرضيه خلفيه، ما تلاقيش حد الا علي زعزع، لكن شوط اول قوي ومثير وسريع، وشفنا فيه اصدقائي الثلاث اهداف. وليد عبد الرازق بينتظر مراجعه اللعبه اللي فاتت ديت، وقرار هشام القاضي ومساعده محمود وفا في غرفة الفار. هل هناك خطأ؟ هنشوف اللقطة. ادي الكورة، هل فيها لمسة يد على ربيعة؟ ادي الكورة مرة تانية، هل لمست ولا ما لمستش؟ مش كلامي، هنشوف كلام حكام الفار. ووليد عبد الرازق في انتظار القرار. 47 ركلة جزاء حتى الآن عبر 96 مباراة. ادي الكابتن عودة ولايته الرابعة يمني النفس بفرصة الوصول إلى ركلة جزاء وإدراك التعادل قبل نهاية النصف الأول من الحكاية. بينما تامر مصطفى بيقول إيه يا ترى الحكاية؟ إيد ربيعة بيحاول يلم إيده، لكن ايده كانت مفتوحة. هل لمست الكورة وغيرت اتجاهها؟ هنشوف قرار وليد عبد الرازق. قبل كده في لقاء انبي والبنك الاهلي كان احتسب ركلتي جزاء، هو يا دوب اللي قدرهم كلهم وليد في بطولة الدوري ماتشين. في الماتش الاولاني احتسب ركلتين، هنشوف قراره. والكاميرا احيانا بتخدع، علشان كده مش قادر اجزم هل لمست ايد ربيعة وهل هناك ركلة جزاء، رغم ان اللقطة والكادر ده موضح تماما، لكن لو سابها اعتقد لمست. هنشوف. المهم وليد، قرار وليد هو الاهم. ادى ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء واثارة ما بعدها إثارة وعودة بيشكر ربنا. أوشايا وجنش وجها لوجه أصدقائي في رحلة بحث الذئاب عن تاني الأهداف وعن إدراك التعادل. داخل أوشايا، داخل أوشايا، يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني عليك، ويا عيني على الجمال، ويا عيني على الدقة وعلى الإتقان من اللمسة الذكية والقدم اليسرى من الأوغندي جوزيف أوشايا. سجلها بمثالية كبيرة جدا جدا علشان يعود الذئاب من جديد أصدقائي في الدقيقة الثامنة بلس 45 في شوط أول ومثير. جمع أصدقائي مودرن فيوتشر مع المقاولون العرب على ملعب القاهرة الدولي 2-2.